الفيديو ده هنضيف فيه الاند بوينت الخاصه بديليت الموفيز. هاجي هنا تحت البوست وهبتدي اضيف الاند بوينت الجديده اللي احنا محتاجينها واللي هيكون النوع بتاعها HTTP delete. وزي ما كنا عملنا في الجنرالز كنترولر هفكرك بيها، هرجع هنا مره تانية، هروح على الديليت اهي موجوده عندنا. كنا هنا بنحتاج ان الاند يوزر يبعت لنا بارامتر علشان نعرف منه ايه هو الموفي اللي هو محتاج يعمل له ديليت. تقريبا احنا هنكرر نفس الكونسبت ده بالظبط في الموفيز، فخلينا نرجع نعيده مره تانية بحيث الموضوع يكون واضح بالنسبه لك اكتر. هاجي هنا وهقول ان انا محتاج اضيف تمبلت. التمبلت دي انا محتاج من الاند يوزر او من الفرونت اند لما يبعت لي ريكوست على الاند بوينت بتاعه الديليت يبعت لي معاها الاي دي بتاع الموفي اللي هو محتاج يعمل له ديليت. ده طبعا طبيعي جدا. بعد كده هاجي هنا ابتدي اقول له public async لاننا شغالين asynchronous. بعد كده هقول له task i action result. اعتقد خلاص انت حفظت النقط دي كلها، وهسميها delete async. وبالتالي محتاج هنا البارامتر بتاعي اللي هيكون نوعه int واسمه id. بعد كده هبتدي هنا استخدم نفس اللوجيك تقريبا. اول حاجة محتاج اسلكت الموفي اللي الاي دي بتاعه بيساوي الاي دي اللي الاند يوزر او الفرونت اند بتاعي بعته لي في البارامترز. فهاجي هنا اقول var موفي ده هي ايكوال await underscore context dot movies dot find async. بما اننا بنستخدم البرايمري كي بتاع التابل، فمجرد ما هضغط تاب هو هيكمل لي الكود زي ما احنا اتعودنا. بعد كده اول نقطة هاجي هنا اقول له if اني الموفي بيكوال ايكوال null، فده معناه ان الاند يوزر بعت لي اي دي مش موجود عندي اصلا جوه الداتابيز. فهقول له return بدل باد ريكوست دي هقول له not found. وممكن هنا ابعت المسج اللي انا محتاجها، فممكن اقول له no movie was found with الاي دي اللي هو بعته لي. فممكن هنا استخدم string interpolation. بعد كده هنا ابتدي ارجع له تاني الاي دي اللي هو كان بعته لي في البارامترز. طيب لو وصلت للنقطة دي فده معناه ان فعلا في موفي موجود عندي جوه الداتابيز بالاي دي اللي جاي لي من الفرونت اند او اللي جاي لي يعني من الاند يوزر. فهبتدي هنا اقول له underscore context dot remove. ممكن برضو تقول له dot movies dot remove او dot remove مباشرة برضو هتشتغل معاك. فبالتالي هختار remove. بعد كده هنا هبتدي ابعت له الموفي اللي انا محتاج اعمل له delete من جوه الداتابيز. بعد كده هاجي هنا اقول له context dot save changes علشان ابتدي فعلا اعمل delete فعليا من الداتابيز. وفي النهاية خالص ممكن اقول له return okay. وزي ما عملنا جوه الجنرالز كنترولر ممكن برضو اعمل ريتيرن هنا للموفي اللي اتعمل له ديليت من الداتابيز. طيب خلينا الاول نعمل سيف ونرجع على الداتابيز بتاعتنا نشوف ايه هي الموفيز اللي موجوده عندنا. هروح هنا على الداتابيز ادي التيبل بتاع الموفيز هقول له فيو داتا. واضح عندي هنا ان احنا عندنا اي ديز 1 2 3 5 دي الاي ديز اللي موجوده عندي جوه الداتابيز. فهروح على بوست مان وهغير الاند بوينت دي، مش محتاج هنا الجزء ده تماما. خلينا في الاول ما نبعتش بارامتر ونشوف ايه اللي هيحصل. وبدل جيت دي هقول له ديليت وهجرب ابعت الريكوست في البدايه. تلاحظ دلوقتي ان هو عمل ريتيرن ل 405 ميثود نوت الاود، وده لاننا مش باعتين هنا الاي دي الخاص بالموفي اللي احنا محتاجين نعمل له ديليت من الداتابيز. فالاول هكتب هنا سلاش وبعد كده خلينا نبعت اي دي مش موجود زي مثلا 4 هقول له سند. هلاحظ دلوقتي ان انا رجعت لي فعلا 404 اللي هي نوت فاوند، وهنا كاتب نفس المسج اللي احنا كاتبينها اللي هي no movie was found with id رقم 4 اللي احنا بعتناه. طيب تعال نجرب كده نبعت id فعلا موجود 5 واقول له send. عمل return هنا status code ok، وهنا عمل return فعلا الموفي اللي كان موجود عندنا في الداتابيز بالid رقم 5. عايز تتأكد ان هو فعلا اتعمل له delete هنتأكد مرتين. المرة الاولى هاجي هنا بدل delete دي هقول له get send مرة تانية رجع لي 404، ده معناه انه ما لقاش موفي بالاي دي رقم 5. ولو رجعت مره تانية على الداتابيز عملت ريفرش هلاحظ ان فعلا الموفي اللي كان الاي دي بتاعه رقم 5 اتمسح تماما من جوه الداتابيز. واشوفكم في الفيديو اللي جاي.